فيروس جديد يحكم قبضته على العالم. عندما يصبح الطقس أكثر دفئاً سيختفي الفيروس بشكل إعجازي. آمل أن يكون هذا صحيحاً. هناك بلدان تنجح في حماية مواطنيها وأخرى تفشل في ذلك. نحن في حرب. الوضع جدي فتعاملوا معه بجدية. إنه سباق ضد مرض قاتل وتنافس بين الأنظمة السياسية. ووهان ستنتصر، هوباي ستنتصر، الصين ستنتصر. نرى الآن أن الدولة القوية يمكن أن تكون مفيدة أيضاً. أحياناً على المرء أن يتصرف بدون أن يكون متأكداً 100% من معلوماته. تدور قصة الفيروس حول المسؤولية السياسية، وهي دائماً قصة ضحاياه. مريضة كوفيد في اليوم الأول، ابنة 62 تعاني من الحمى وضيق التنفس. لديها الأعراض المعروفة لالتهاب الرئة. ستصارع 39 يوماً من أجل الحياة. الكاميرا ليست حاضرة في كل يوم. بعض المشاهد أعيد تركيبها وتمثيلها وفقاً لملف المريضة. ماذا يفعل العدو المجهول في الجسم؟ ومن أين يأتي؟ مدينة ووهان المليونية وسط الصين، هنا تم اكتشاف الفيروس القاتل للمرة الأولى. ولكن هل كان منشأه هنا بالفعل؟ الخصوم السياسيون للصين زعموا لاحقاً أنه تم استنبات الفيروس في أحد المختبرات هنا. أم أن أصله من هذه السوق حيث كانت تباع فيها الحيوانات البرية؟ هل بالفعل انتقل الفيروس إلى الإنسان هنا؟ ما هو مؤكد أنه في ديسمبر من العام 2019 كافح الأطباء في ووهان ضد فيروس مجهول. سمعنا في نهاية ديسمبر عن وجود عدد متزايد من حالات التهاب الرئة مجهولة السبب في ووهان. لم يكن لدينا تشخيص، كان ممكناً أن تكون إنفلونزا. ولتوضيح الأمر قمنا بتفعيل شبكات عملنا. اعتقدنا في البداية أنه انتشار محلي مرتبط بمصدر واحد، وأنه سيختفي على غرار الانتشارات المماثلة ذات المصدر الواحد، لكن الأمر لم يكن كذلك. كان الطبيب ليفان ليان من أوائل الذين حذروا من الفيروس. في 30 من ديسمبر أخبر الزملاء في مجموعة للدردشة أنه سمع بانتشار فيروسي وأن الأمر يتعلق بفيروس سارس. هناك 7 حالات سارس مؤكدة في سوق الأسماك في هوانان. تم عزلهم في قسم الطوارئ في مشفانا. بعد ساعة قال أحد أعضاء المجموعة: احذروا، فقد يتم إغلاق مجموعة الدردشة الخاصة بنا. ثم رد لي: تأكد الآن أنها عدوى كورونا، ولكن يجب تحديد مواصفات الفيروس بدقة. لا تنشروا هذه المعلومات خارج هذه المجموعة. اطلبوا من أحبائكم أن يكونوا حذرين. حصل ما كان يخشى منه. السلطات في ووهان أسكتت تحذيراته. استدعت الشرطة لي، وكان عليه أن يوقع أنه قام بنشر أكاذيب. كان الوقت الثمين يمر. لم تكن عائلة ليو بيان في ووهان تدرك حينها مدى خطورة الفيروس الجديد بالفعل. في بداية يناير جاء والده إلى المستشفى لإجراء الفحص السنوي الدوري. حينها زعمت جميع الأخبار ووسائل الإعلام عبر الإنترنت ومواقع الفيديو أنه لا يوجد انتقال للفيروس بين الأشخاص، وأن الانتشار يمكن تجنبه والسيطرة عليه.
هو يعتقد اليوم أن والده أصيب بالعدوى أثناء الفحص الدوري. في 15 من يناير أصيب بالحمى. لكن الحياة في الصين استمرت بشكل طبيعي. احتفال السنة الجديدة على الأبواب، الملايين يسافرون عبر البلاد لزيارة عائلاتهم. في أثناء ذلك كان والد ليو بين يكافح من أجل حياته. تم نقله إلى مستشفى عزل فيها مرضى كورونا. كلما أتيت إلى هنا تستيقظ في داخلي تلك الذكريات المرعبة. والدي توفي في الطابق 12 من المبنى الموجود هناك. هنا في المساء قبل أن يفارق الحياة قام بوداع والدتي عبر الفيديو. هو مقتنع بأن والده لم يكن ليموت لو أن السلطات في ووهان دقت ناقوس الخطر في وقت أبكر. كان الفيروس ينتشر في ووهان، لكن العالم بما في ذلك ألمانيا كان مشغولاً بقضايا مختلفة تماماً. في أستراليا لا تبدو هناك نهاية منظورة لحرائق الغابات. رئيس الوزراء الروسي ميدفيديف أعلن فجأة استقالته. الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان يتخليان عن لقب صاحب السمو الملكي. أدرك عدد قليل فقط من العلماء ما قد يحدث في العالم. في شركة كيورفاك للتقنيات الحيوية في تيوبنغن ينتظرون بفارغ الصبر التسلسل الوراثي للعامل المرضي الجديد. بعد أعياد الميلاد بدأت المحادثات. رأينا أنه علينا أن نبدأ العمل كي نحصل على التسلسل الوراثي، وإن قمنا باتخاذ قرارات مغيرة لاحقاً قررنا أن نبدأ العمل فوراً لكي لا نخسر أي وقت. كان هدفهم تطوير لقاحاً ضد الفيروس الجديد. كانت تلك إشارة البدء لسباق علمي على مستوى العالم من أجل كسب السمعة والمال. في برلين أيضاً بدأ الباحثون العمل فوراً وطوروا أول اختبار في العالم لفيروس كورونا المستجد. بعدها بوقت قصير تبين صحة تصرف العلماء. ما تفعله السلطات في الصين حالياً هو أمر لا سابق له. إغلاق مدن مليونية لمنع انتشار الفيروس في الصين. حوالي 60 مليوناً في إقليم هوباي منعوا من السفر، ولاحقاً تم وضعهم فيما يشبه الاعتقال المنزلي. لجان الأحياء تراقب حظر التجول وإمدادات المواد الغذائية. الصين دولة رقابة على المواطنين، وهذا أمر نعرفه من قبل أزمة كورونا، لكن هذا أثبت جدواه لأن البنية التحتية الرقابية المتوفرة أتاحت تنفيذ عمليات إغلاق دقيقة ومحددة. ديكتاتورية الحزب الواحد تظهر قدرة على العمل وتقمع منتقديها في ذات الوقت. مريضة كوفيد في اليوم الثالث. حالة ابنة 62 تسوء بسرعة. التنفس يصبح أضعف وأصبحت بحاجة إلى التوصيل بالأنابيب والتنفس الاصطناعي. الرئة ملتهبة بشدة. اليوم الخامس، الوضع يتحسن قليلاً. المريضة تستجيب عندما يتحدث إليها الأطباء. الوردية الليلية تسجل مسار تحسن طفيف. مساء الخير سيداتي وسادتي، أرحب بكم في حصاد اليوم. فيروس كورونا المستجد وصل الآن إلى ألمانيا. هنا في مقر شركة قطع السيارات فيباستو في شتوكدورف أصيب موظف ألماني بالعدوى من زميلة من الصين.
نحن نأخذ الفيروس على محمل الجد، ولكن علينا أن نبقى هادئين. ليس هناك مبرر للقلق المبالغ فيه. تم في الصين تسجيل جميع حالات الكورونا تقريباً، وبلغت حتى نهاية يناير 12 ألف حالة. في البلدان الأخرى كانت هناك حالات فردية ولكن بدون رد فعل مناسب. في منتصف يناير طلب من البلدان الأخرى أن تفعل خطة الوباء لديها وأن تكون مستعدة. هناك بلدان أخذت الأمر بجدية، فقد سبق أن مرت بتلك التجارب. كانت تايوان من البلدان القليلة التي تعاملت مع الفيروس بجدية منذ البداية. عملت لين مايشون على إبقاء المرض في منطقتها تحت السيطرة. مرحبا. أهلا. أنا مسؤولة المنطقة وأتيت لأطمئن عليك. اعتنت مسؤولة الحي بالأشخاص غير المرضى الموجودين في الحجر الصحي وأحضرت لهم المواد الغذائية والكتب. رقابة ورعاية اجتماعية في خدمة واحدة مقدمة من مدينة تايبي. هل كانت حرارتك طبيعية اليوم؟ أجل طبيعية. هل لديك سيلان في الأنف أو حمى أو سعال أو أي أعراض؟ لا، لا شيء من هذا. كل شيء على ما يرام إذن. كان السيد ماو في الولايات المتحدة، لذا عليه البقاء أسبوعين في منزله. الدولة تقدم مبلغاً مالياً خلال فترة الحجر الصحي. لا أستطيع مغادرة شقتي، فعندما يشير هاتفي إلى وجودي في الخارج ستعرف الشرطة على الفور. كانت هناك معاملة خاصة حتى للقمامة، حيث عينت المدينة موظفا يجمع الأكياس من الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي. بعدها يتم فرز النفايات عن القمامة المنزلية ونقلها وحرقها. كان شان تشين جن وزير صحة تايوان في عام 2003 عندما أصاب وباء سارس الجزيرة. حينها توفي هنا 73 شخصاً. أعتقد أننا أخذنا الاستعدادات طوال 17 عاماً لوباء كورونا. بعد تفشي سارس واجهنا إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير، وهذا أتاح لنظامنا الصحي ولسلطات الحماية من الأوبئة التمرن عدة مرات على كيفية السيطرة على هذا الوباء العالمي. لهذا السبب كان لدى تايوان مخزون كاف وجاهز من الكمامات الواقية بعكس الكثير من الديمقراطيات الغربية. تم التحكم بعملية البيع عبر الصيدليات، وجرت زيادة وتيرة إنتاج الكمامات بشكل كبير. لم يتم هنا فرض إغلاق صارم كما في ووهان. البلد الديمقراطي الصغير يثبت للعالم في وقت مبكر أنه بالإمكان السيطرة على الفيروس. حتى نهاية أغسطس كان عدد الوفيات أقل من 10، لكن التأخر سنوات عدة لا يمكن تعويضه خلال بضعة أسابيع. بينما جرت في تايوان متابعة طرق العدوى بدقة، استمرت الحياة بشكل طبيعي في الغرب. خلال 9 أشهر سنستعيد مجلس النواب وسنحتفظ بمجلس الشيوخ والبيت الأبيض. بحفل كبير بدأ في المساء في برلين المهرجان الدولي للسينما. لمعان وأبهة ونجوم عالميون. 330 ألف زائر للسينما في الأيام العشرة المقبلة. في معقل الكرنفال على نهر الراين بلغت الاحتفالات ذروتها. مسيرة اثنين الورود في كولونيا تبدأ في العاشرة تماماً. في فرنسا أيضاً بقيت الفعاليات الجماعية مستمرة. إحدى أكبر الكنائس الإنجيلية في فرنسا، هذه الأبرشية أصبحت بؤرة لتفشي كورونا في منطقة الألزاس. منذ أسابيع لم تعد تقام هنا أي قداديس. يعمل سامويل بيتر شميت راعياً في الكنيسة.
أمر مؤلم أن أرى الكنيسة فارغة هكذا. الأمر صعب بشكل خاص لأنني لا أزال أتصور الجميع موجودين هنا. في منتصف فبراير احتفل هنا مع أكثر من 2000 شخص بأسبوع الصوم. إنه من أبرز مناسبات السنة، قضاديس يومية، تراتيل وصلوات جماعية على مدى ساعات. اليوم أقول إن الأجواء حينها كانت طبيعية جداً. في الجزء الأكبر من العالم كان كل شيء على ما يرام. عندما احتفلنا بأسبوع الصوم كان الأمر بمثابة مشكلة أصابت فقط الصين ودولاً آسيوية. لم يكن المصلون هم الوحيدون الذين يشعرون بالأمان. بينما كانوا يحتفلون بأسبوع الصوم، زار الرئيس ماكرون مدينتهم ودخل بين الحشود بدون تباعد وبدون كمامة وبدون معرفة ما يحدث. حينها في منتصف فبراير كانت الحياة لا تزال طبيعية. الفعاليات الكبيرة كانت لا تزال مسموحة من دون قيود. كان ينبغي منع الفعاليات الكبيرة في جميع البلدان قبل ذلك بكثير. هذا القرار هو أمر بديهي وكان من الواجب أن يتخذ في مجتمعاتنا، لكن أصحاب القرار لم يريدوا جعل أنفسهم غير محبوبين سياسياً. أدركت فرنسا متأخرة أن الفيروس موجود فيها منذ مدة. حتى المصلون الغافلون نشروا الفيروس دون وعي. آلاف حالات العدوى كانت بسبب القضاديس التي أقيمت لعدة أيام. تمكنت الصين في فبراير من خفض منحنى الإصابات الجديدة، وفي مارس تجاوزتها الدول الأوروبية بأعداد الإصابات. إذا تم تصنيف البلدان بحسب أعداد الوفيات لكل مليون نسمة، ستكون أوروبا هي المركز الجديد للوباء. يستمر انتشار كورونا في أوروبا ويجبر المزيد من البلدان على اتخاذ إجراءات متشددة. فرنسا تكافح كورونا، فرض حظر التجول 15 يوماً على الأقل. في روما وكامل إيطاليا أغلقت جميع المطاعم والحانات. النقد الموجه إلى تيرول وخاصة إلى المنتجع الشتوي يشكل كبؤرة محتملة لفيروس كورونا في أوروبا لا يتوقف. ثلج ناعم وسماء زرقاء، أجواء رائعة في حفلات ما بعد التزلج في إشجل في بداية مارس. هذا مثال مؤسف على إمكانية طغيان المصالح الاقتصادية على الوقاية الصحية. نحن ننطلق من أن 40-50% من حالات العدوى في ألمانيا كان مصدرها إشجل. ولو كان هناك تدخل سريع من قبل السلطات النمساوية لكان هذا سيعني مساراً مختلفاً بالنسبة لألمانيا. مع نهاية موسم التزلج أدركت ألمانيا في منتصف مارس أن الفيروس لا يعرف الحدود. لم تكن ألمانيا مستعدة بعد بشكل حقيقي. في 7 مارس سافرت مارين يونسك أورت مع العائلة والأصدقاء إلى سويسرا. لم تكن هناك بعد قواعد الكورونا واعتبرت سويسرا بلداً آمناً. العائلة المكونة من 7 أشخاص مرضت بالكامل، لم يعلموا أين أصيبوا بالعدوى، وهم لم يشاركوا في حفلات ما بعد التزلج. لم نعهد من قبل أن يمرض الجميع معاً وأن يكونوا بحالة سيئة ويعانون تلك الأعراض السيئة التي أصابت الجميع بدون استثناء. هذا الأمر أصابنا بالصدمة وشغلنا كثيراً. خلال رحلة العودة أصيب الزوج والابنة بالسعال وشعرا بالألم. في البيت بدأت حالة ابن 59 تسوء أكثر فأكثر، لكن تقديم المساعدة لأوائل المصابين في ألمانيا لم يكن منظماً بعد، وتعثر الوصول إلى الأطباء. شعرنا أننا تركنا لوحدنا. لم يأتي أي طبيب، ولم تأتي الأدوية التي كنا بحاجة ماسة إليها. كنا معزولين وفي حالة بالغة السوء. شعرت أنني متروكة لأواجه مصيري. قلت لنفسي ماذا لو مت؟ لم يقم أي طبيب برؤيتي.
فكرت أنه لم تبقى هناك إمكانية سوى استدعاء طبيب الطوارئ. تحدثت إلى شقيقتي لأن والدينا كانا مصابين وقررنا الاتصال بالإسعاف. أدخلت مارين يونسك أورد إلى العناية المركزة لإصابتها بالتهاب رئوي بسبب الفيروس. منذ مارس فقط بدأت السلطات الصحية والمستشفيات تستعد بشكل صحيح لمواجهة الكارثة. الخوف من الفيروس بدأ يتزايد في ألمانيا أيضاً. تبين سريعاً أنه لا يوجد مخزون كاف من تجهيزات الحماية والكمامات كما توصي بذلك منظمة الصحة العالمية. كان هناك اعتماد على طرق التجارة الدولية، وكنا نعتقد أنه إذا نفدت الكميات هناك يمكننا طلب ما يلزم من الصين ليصلنا خلال يومين بالطائرة، وطرق الإمدادات هذه أصبحت مقطوعة بالطبع. يضاف إلى ذلك شكوك العلماء والسياسيين في ألمانيا بجدوى الكمامات. هل ينبغي أن يرتدي الجميع الكمامات في الأماكن العامة؟ حتى كمامة العمليات الجراحية المعروفة والتي يرتديها الكثيرون توفر حماية محدودة جداً. ومن الواضح أن هذه الكمامات لا تمنع استمرار الانتشار بشكل كاف. ومع ذلك تم فرض ارتداء الكمامة، لكن فقط عند نهاية أبريل بعد انحسار موجة كورونا الأولى. في ألمانيا كان أكثر من 6000 شخص قد ماتوا. مريضة كوفيد في اليوم التاسع، حالتها تسوء بشدة، التنفس يتدهور. الأطباء ليس لديهم خبرة في معالجة مرضى كوفيد، وهذا ينطبق عليها وعلى الآخرين. نحن لا نعرف تفاصيل مسار المرض، هذا يشبه سباق الماراثون ونحن ربما في منتصف المسافة. اليوم 12، الأطباء مندهشون، عدوى بكتيرية فائقة تنتشر في الجسم أيضاً. يتم إعطاء المريضة مضادات حيوية بجرعات عالية. الفيروس يهاجم المزيد من الأعضاء. وظائف الكلية تتراجع. لا يمكن توقع ما سيفعله المرض. اتفقت الحكومة الاتحادية والولايات على إجراءات واسعة. لن يكون هناك حظر للتجول على مستوى ألمانيا، لكن سيكون هناك منع صارم للتلامس. لإبطاء انتشار فيروس كورونا سيبقى أغلب طلاب المدارس وأطفال رياض الأطفال في بيوتهم بدءا من اليوم. اليوم تم الإعلان عن إغلاق الحانات والنوادي والمراقص ودور السينما والمسارح. الحكومة الاتحادية أقرت رزمة مساعدات بالمليارات للتخفيف من تبعات وباء كورونا. ألمانيا الغنية تدعم نظامها الصحي. الدعم المالي لا يقتصر على الشركات ويشمل المستشفيات أيضاً. المستشفيات تخلي الآلاف من أسرة العناية المركزة تحسباً لتدفق مرضى كوفيد. بالكاد هناك نظام صحي آخر لديه مثل هذه الموارد. لا ينبغي أن ننسى أنه قبل أزمة كورونا تعرضت ألمانيا للانتقاد لوجود الكثير من المستشفيات وأسرة العناية المشددة. هذا الأمر اعتبر قبل الأزمة على أنه نقطة ضعف في النظام الصحي، لكن تبين خلال الأزمة أنه نقطة قوة تساعد على التصرف بالشكل المناسب. الحكومة تزيد أيضاً من إمكانية إجراء الفحوصات لتستطيع مراقبة الانتشار. لا يراد تكرار أخطاء فرنسا وإيطاليا. هناك أيضاً جانب من الحظ في الأمر، هذا واضح تماماً، وأنا أعتقد أننا كنا محظوظين أن الفيروس انتشر في إيطاليا مبكراً، وهذا بعث إشارة إنذار للناس. كنا محظوظين أيضاً لاكتشاف الإصابات في شركة فيباستو، واكتسبنا خبرة في التعامل مع الفيروس. الحكومة الألمانية برئاسة الفيزيائية أنجيلا ميركل تأخذ مشورة الخبراء والعلماء بجدية وتحاول اجتياز الأزمة. في تلك الأثناء أصبحت الولايات المتحدة البؤرة الجديدة لكورونا.
في مدينة نيويورك تم حفر قبور جماعية. العلماء قدموا المشورة أيضاً للحكومة الأمريكية، لكن لم يتم الإصغاء لهم دائماً. الرئيس ترامب يتحدث بأفكار غير اعتيادية ويتسبب بحالة من الذهول بين الأطباء. رأيت أن هناك مادة مطهرة تقتل الفيروس بسرعة، ربما يمكن حقنها في الإنسان. موقفي من اللقاح يشبه موقفي من الاختبارات، ليست هناك حاجة لهما، الفيروس سيزول من تلقاء نفسه. من يريد اختبارا سيحصل عليه، هناك اختبارات كافية وهي جميلة. لكن الرئيس ترامب لا يلتزم بهذا الوعد. في نيويورك لم تتوفر الاختبارات عندما كانت الحاجة إليها ماسة. مسؤول الحماية من الأوبئة يقف عاجزاً. توسلنا كثيراً للحصول على الاختبارات، وللأسف فإن مواد الاختبار التي حصلنا عليها في نيويورك لم تعمل. لم تستطع الولايات المتحدة السيطرة على الفيروس حتى اليوم، بعكس خصمها الصين. سرعان ما عبر مواطنون غاضبون في مناطق كثيرة من البلاد عن معارضتهم لقيود كورونا والإغلاقات. لا توجد هنا مساعدات للدوام القصير والقليل من الرعاية الطبية الحكومية. تضاعفت البطالة في الولايات المتحدة 3 مرات، كثيرون كانوا من دون تأمين صحي، الكثيرون هنا أصيبوا بالأعراض، وكانت الاختبارات المجانية وسيلتهم الوحيدة لمعرفة إن كانوا قد أصيبوا بالفيروس. في منتصف يوليو كان ربع اختبارات الكورونا إيجابياً في أريزونا. كان مرعباً عدد الذين يجب اختبارهم، كنا أول من يبدأ في العمل وآخر من يتوقف. هذه مشكلة كبيرة. اشتكى جيراني من اضطرارهم لارتداء الكمامات ومن التضييق على حقوقهم، كان هذا أكثر من مضحك. خوفاً من الأضرار الاقتصادية، تأخرت أريزونا في تطبيق القيود، ثم بادرت إلى رفعها مبكراً. النتيجة كانت ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات بالعدوى. الولايات المتحدة الغنية لا تتحمل عمليات الإغلاق الطويلة. مريضة كوفيد في اليوم 15، الطبيبة تتذكر. يحاول المرء استخدام كامل معرفته الطبية، ومع ذلك يضطر إلى ترك الأحداث تسبقه. أحد الأعراض الجديدة المهددة للحياة كان تجلط الدم في الرئة. مخففات الدم المفيدة في العادة لم تساعد في منع الانسدادات. الدورة الدموية تنهار. تم إبلاغ الأقارب بالأمر. يعرف الأطباء اليوم أن هذا أمر معتاد لمرضى كوفيد. الفيروس لا يهاجم الرئة فقط، وإنما الأوعية الدموية أيضاً. اليوم 22، يتم فتح شق في القصبة الهوائية لإنقاذ حياة المريضة. بالنسبة للبلدان الأفقر، تحول الوباء إلى معضلة لا حل لها، على سبيل المثال في نيجيريا. في الليل أثناء الإغلاق، تصبح شوارع لاغوس خطيرة. وضع السكان عناصر دفاع شعبي لحمايتهم. بوسا بوسا بوسا. الاعتداءات تتزايد، والناس تركوا لوحدهم، والدولة عاجزة عن مواجهة الوباء. قمنا بتجريب الإجراءات المعتادة للوقاية الصحية، وتشددنا أكثر في تطبيق الإغلاق، لكننا لاحظنا بسرعة أن تطبيق هذه الأمور مستحيل في ظل الظروف القائمة لدينا. لكنهم حاولوا برغم ذلك. طوال 36 يوماً كان على الناس البقاء في بيوتهم، وتم إلغاء الفعاليات الكبيرة.
لم يعد مروف عبد السلام قادراً على العمل منذ فرض الإغلاق، وليست لديه مدخرات. يعمل ابن 36 مهندساً للصوت، ولديه ورشة صغيرة حيث يقوم بتأجيل التجهيزات للفعاليات، لكن كل شيء ألغي بسبب كورونا وهو يشعر باليأس. أعلم أن البقاء في البيت وتطبيق التباعد هو الأفضل لمكافحة كورونا، لكن كان على حكومتنا أن تدعمنا بالطعام لنستطيع النجاة جميعاً خلال هذا الوباء. يعيش مع زوجته وأربعة أطفال على مساحة 27 متراً مرباً. اضطررنا إلى طلب المساعدة والطعام من الجيران والأقارب لنستطيع البقاء أحياء. بالكاد يوجد هنا دعم للمواطنين أثناء حظر التجول. الحكومة توزع الطعام بشكل فردي، وهذا أدى إلى صراعات يائسة للحصول على بعض الأرز والخبز. الإغلاق في نيجيريا أظهر فشله. أعتقد أنه من المهم أن ننظر إلى الأحوال المعيشية للناس وأن نسأل أنفسنا عن أفضل الإجراءات الممكنة هنا لمنع انتقال العدوى، وليس أن نقلد فقط ما تم فعله في البلدان الأخرى. ما يمكن أن يساعد هؤلاء الناس حقاً هو اللقاح، لقاح يكون متاحاً للجميع. مريضة كوفيد في اليوم 27، بعد شق القصبة الهوائية تحسنت المريضة من جديد. الممرضون يستطيعون اليوم إجلاسها على كرسي. هي مستيقظة وتجيب على الأسئلة بتحريك رأسها. يبدو أن التقلبات الدرامية في الثلاثة أسابيع ونصف الماضية قد انتهت. الأطباء يفكرون في نقل المريضة إلى القسم العادي في الأيام القادمة. لا يزال من غير الممكن توقع سلوك الفيروس، والباحثون محتارون حتى اليوم. هل وصل الفيروس من ووهان إلى أوروبا فقط في يناير؟ كولمار، فرنسا، مشفى ألبرت شفايتزر. هنا يتوصل رئيس قسم الأشعة إلى اكتشاف مثير. خلال الأزمة فحص المئات من مرضى كوفيد. من خلال الخبرات في شهري مارس وأبريل، خطر لي أن أستعرض جميع الصور منذ صيف 2019 وأن أبحث عن مؤشرات غير نمطية. وهو وجد ضالته. على صورة رئة من 16 من نوفمبر اكتشف علامات كورونا المميزة. لدينا هنا منطقة شبيهة بالزجاج المصنفر. وجد حالة أخرى في نوفمبر و12 حالة في ديسمبر. اعتبرنا هذه أنها حالات إنفلونزا نادرة مع حمى وانسدادات رئوية والتهابات رئوية. هذه الأشياء لا تتناسب مع بعضها. اختبر وجود الأجسام المضادة لدى هؤلاء المرضى، فكانت النتيجة إيجابية. نتائج طبيب الأشعة تتطابق مع الفحوصات في بلدان أخرى. هناك مؤشرات في كل العالم على أن الفيروس كان ينتشر بشكل غير ملحوظ في أواخر الخريف. نحن نعلم متى اكتشف الفيروس للمرة الأولى، وهذا كان في ووهان، ولكنه ربما أتى من مكان آخر من داخل الصين أو خارجها، ونحن لا نعرف بالتأكيد إن كان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بالفعل في السوق في ووهان. في الأثناء يبدو هذا الاحتمال بعيداً. في جنوب الصين أو الدول المجاورة يعتقد الكثير من العلماء أن الفيروس انتقل إلى البشر في هذه المنطقة، وذلك قبل ووهان بفترة طويلة، لكن ووهان كانت إشارة الانطلاق لسباق علمي على مستوى العالم. فمع توسع انتشار الوباء يصبح أكثر وضوحاً أن اللقاح هو الوحيد القادر على وقف الفيروس. شركة كيورفاك من تيوبينغن تشارك في المنافسة. يتم إنتاج اللقاح في هذا الخزان بسرية شديدة.
لضمان التقدم على منافساتها، بدأت الشركة منذ أبريل بعمليات التصنيع، وكانت هذه مجازفة منها. اتخذت ماريولا فوتين ملاتشيك القرار الصحيح عندما أعطت إشارة البدء بتطوير اللقاح في يناير. السرعة هي التحدي، الكل ينتظر توفر اللقاح بكميات كبيرة في وقت قصير. في هذه الحقنة أمل الشركة في تحقيق أرباح كبيرة، وأمل الكثير من البشر بنهاية الوباء. يجري تجريب أكثر من 30 لقاحاً على البشر حول العالم. لقاح كيورفاك أيضاً عليه أن يثبت جدارته في الدراسات، فهل يحمي بالفعل؟ سنبدأ الآن. المؤكد هو ضرورة إعطاء اللقاح لأكبر عدد ممكن من الناس في العالم. علينا تطعيم الأشخاص من المواليد الجدد وحتى أعمار فوق 100 عام. عندها يمكننا الحديث عن القضاء على فيروس كوفيد-19. مثل هذا الأمر يتطلب تلقيح أكبر عدد ممكن من الناس في كل العالم. التلقيح على المستوى المحلي أو الوطني لا يحقق الكثير. لكن الدول تفكر أولاً بمواطنيها. من لديه المال يضمن لنفسه كميات اللقاح، والسباق للوصول إلى اللقاح يتحول إلى سباق على السلطة والمكانة السياسية. ما نشهده هنا هو سباق تسلح ضد الفيروس. في السباق العالمي من أجل لقاح ضد فيروس كورونا، تدعم الحكومة الألمانية شركة كيورفاك للتقنيات الحيوية في توبينغن. الحكومة الأمريكية ضاعفت استثماراتها في مودرنا للتقنيات البيولوجية إلى 860 مليون يورو. المختبرات هنا سريعة، لكن في مكان آخر من العالم لديهم الطموح لأن يكونوا أسرع. صباح اليوم، وللمرة الأولى في العالم قمنا بتسجيل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. قلنا على الدوام إن الصين رائدة في العالم في مجال تطوير لقاح ضد كوفيد-19. تحول الفيروس إلى موضوع سياسي وساحة لصراع على السلطة بين الولايات المتحدة والصين. ديكتاتورية الحزب الواحد في بكين سيطرت على الفيروس على الأقل في الوقت الحالي. بدلاً من أن تكون في وضع مأزوم، قدمت الصين نفسها كمنقذ ضد الوباء، وأرسلت مستلزمات للوقاية وأطباء إلى جميع أنحاء العالم. دعونا نحمي معاً حياة وصحة الناس في جميع بلدان العالم. على الطرف المقابل، كان الفيروس يستشري ويكشف بلا رحمة نقاط ضعف القيادة في واشنطن. أمريكا أولاً، البلد مشغول بنفسه، والمذنب هم الآخرون دائماً. بسبب تكتم الصين انتشر فيروس ووهان في كل العالم. الصين تسيطر على منظمة الصحة العالمية بالكامل. سننهي اليوم التعاون مع منظمة الصحة العالمية. ستحاول الصين ملء الفراغ الذي تتركه الولايات المتحدة. الديكتاتورية تلمع صورتها في صراع القوى العالمية. المؤكد هو أن النموذج الصيني سيكتسب شعبية بعد هذه الأزمة. تستطيع الصين خلال هذه الأزمة إبقاء عدد الوفيات منخفضاً وتقليل الأضرار الاقتصادية، ونجاحها في ذلك سيجعل الكثيرين يقولون أنظمتنا الديمقراطية الفوضوية بطيئة للغاية وضعيفة جداً. مريضة كوفيد في اليوم 35. في هذا اليوم كانت الكاميرا حاضرة. شيء فظيع. اعتقدت بالأمس أنها ستتحسن ويمكننا نقلها من العناية المركزة. ابنة 62 عانت من فشل حاد في الكليتين والكبد. لا يعرف الأطباء السبب. مع كوفيد-19 يتعلم الأطباء أشياء جديدة باستمرار.
الوضع يشبه العرقلة في كرة القدم، أنت تركض نحو الهدف ثم يأتي أحد من الخلف ويقوم بعرقلتك. حدقتها مفتوحة على اتساعها، هذا فشل في الكبد، علينا أن نفعل شيئاً مختلفاً. اليوم 38، تظهر صور الأشعة التهاباً في كامل أوعية البطن. لم يسبق للأطباء أن رأوا شيئاً كهذا. المزيد من الأعضاء يصاب بالفشل، لم يعد هناك ما ينفع. الصراع ضد الفيروس انتهى بالهزيمة. اليوم 39، الساعة 10:02، ابنة 62 تموت بسبب فشل عضوي متعدد. مرت 8 أشهر منذ تفشي الوباء ولا يزال العالم يتعثر في الأزمة. تايوان، حافظت الحكومة الديمقراطية على سيطرتها على الوضع حتى الآن. 500 شخص فقط أصيبوا بالعدوى. في ألمانيا ترتفع الأعداد من جديد. مثل كثيرين تعاني مارين يونسيك أورت من التبعات. لديها مشاكل في التنفس وحاسة التذوق. عندما أرى تعامل الناس اللامبالي مع الوضع، أود أن أمسك بهم لأهزهم وأقول لهم فكروا أن الأمور قد تأخذ مساراً مختلفاً. نيجيريا، تم رفع الإغلاق، لم تحصل كارثة حتى الآن. العلماء محتارون، هل السبب هو متوسط العمر الشاب للمجتمع هنا؟ الصين، بعد المقابلة مع القناة الأولى الألمانية ضغطت الشرطة على ليو باين، عليه ألا يجري مقابلات بعد الآن. حكومة الدولة تعلن من جديد عن نمو اقتصادي طفيف في الربع الثاني من العام 2020. في الولايات المتحدة يواجه الاقتصاد أزمة عميقة. ستكون هناك انتخابات في نوفمبر، وتعامل ترامب مع الفيروس قد يحسم الانتخابات. أكثر من 20 مليوناً أصيبوا بالعدوى، ومئات الآلاف ماتوا حول العالم. لا يزال الوباء يحكم قبضته على العالم، وهذا الوضع سيبقى لفترة طويلة.